النملة الله يخاطب النملة سبحانه وتعالى. المقطع هذا كم وصل يعني؟ تقريبا 3 مليون. خل اللي هو وصل 3 مليون بس انتشر. طيب الأرقام هذه، انتشار الأرقام هذه يحسك بالمسؤولية صح؟ والله في الجانب هذا أي نعم، لأني أنا قبل كان عندي حساب قبله وطار، كان عندي مقاطع على 27 مليون، كانت كان محتويها كوميدي لكني عادي ما اهتميت. بس في الجانب هذا اللي مع الله لا مسؤولية. أنت الآن خلاص في 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 محط قدوة، في محط ملهم، في محط طبيعي، لازم تنتبه لنفسك برضو، لازم تنتبه لنقطة إنه أنت في مرأة ناس كثير إنسان قوي، صعب إنك تكون ضعيف في يوم من الأيام قدامهم، صعب يرونك ضعيف. لأن الله حب العبد القوي خير من إيه، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن الناس هذه تشوفه قدوة، صعب إنك يعني حتى لو تحتاج إنك تفضفض أو يكون بالك ضايق ولا شيء تنزوي في مكان الحال، ما تبي حد يشوفك. أتكلم بشكل عام وشكل خاص يعني عند أبنائك أسرتك اللي حولك. أبي المقطع، المقطع النملة هذا لازم نسمعه، ويكون حصري لقناة الواقع وبودكاست ثاقب، لازم يكون حصري للحلقة هذه. أبشر أتكلم عنه يعني. نعم والله. يشوف اللهم صل وسلم على محمد. مقطع النمل هذا سبحان الله، ترى يمكن اللي ما حد يعرفه، أنا كنت واصل أعلى مراحل اليأس، ترى مبين من عيونك وقتها، والله ما أقولك لنفسك. كنت كان أبوي توا داخل غيبوبة، الحياة طفت في وجهي، كل شيء وقف في وجهي خلاص، يعني صارت الحياة في عيني ما عدت تسوي شيء، متأثر متأثر إلى أبعد درجة. فسبحان الله يعني أقرأ ومن هنا ومن هنا تمر علي مثلا اللي هي بعض المنشورات تجي 5 سطور 6 سطور، هذه أحب بعضهم يوجز فيها. فسبحان الله فعلا تفكرت يوم مرت عليه الآية هاي اللي هي يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. قاعد أقول طيب أنا الآن مخلوق، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمنا وخلقنا بيديه، مخلوق عظيم عند الله ذو شأن عظيم، مأمور بعمارة الأرض، الله ذكر مخاوف نمله. الله أكبر. إيش يعني؟ هل أعتقد أمام نفسي وأمام ربي إن الله ما يعرف مخاوفي أو ما يعرف حجم الشعور اللي أنا كاتمه في داخلي؟ لا بالله يعرف، لا بالله يعرف. معناته إنه كل شيء من عند الله لي ماشي صح، لكن كل شيء مني أنا إلى الله في خلل، في مشكلة. فسبحان الله يعني تقريبا كان اليأس هذاك بداية النهاية خلاص، يعني حتى دائما أقولها في بثوثي، يقول كيف نتخلص من كيف نتخلص من الخوف؟ أقول إيأس من كل أمر تخاف أنك تفقده واتصل بالله، راح تجيك الدنيا في منيو تختار منها اللي تبغى. الله أكبر. ليه؟ لأنه كل ما زادت مخاوفك أنت، الآن أنت في أشياء تخاف تفقدها وأشياء لو تخاف أنك ما تمتلكها صح؟ هالمخاوف تعتبر نقاط ضعف عليك أنت، أنت ضعيف بها صح؟ طيب إذا تخلصت من هالمخاوف ويأست قلت يعني اللي بيكتبها لي الله بيجيني، واللي ما هو بلي ما راح يجيني. مكتوب، مكتوب من الله سبحانه وتعالى. خلاص أنا إيش أسوي طيب؟ خلاص أنا أروح للي يكتب الأرزاق سبحانه وتعالى. يا رب لك الحمد ولك الشكر في أي حال شئت لي سبحانك، يا رب لك الحمد ولك الشكر في أي حال شئت لي سبحانك، ويا رب دلني إليك كل ما تهت، يا رب لا تجعلني أتعلق بدنك.